جماهير غفيرة كانت على أرضية الملعب، كنا نشاهد صور جميلة إذا للجماهير. كنا نتوقع بأن المباراة ستقام في ظروف جيدة، لأننا نعرف جيدا أيضا أن هذا البلد يحب كثيرا. شاهد الجمهور الغامبي يحيي اللاعبين الجزائريين إذن في بداية التسخين، وهناك أيضا حفاوة يجب أن نذكر هذا، واستقبال حار للوفد الجزائري في المطار أولا ثم في الفندق، وأيضا هناك كانت رحلة أو فسحة حول الفندق، وكذلك أيضا على ضفاف أيضا النهر هنالك في العاصمة. لكن الآن المشاكل التي حدثت طبعا بدأت بإصابة بعض الجماهير إثر التزاحم، لأن جمهور غفير جدا إذن في المدرجات، كسقوط بعض الجماهير وأصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، لكن هنا توقفت كل الأمور. وشاهد الآن الجمهور حول الملعب، وذلك بحضور الشرطة وحضور كثير من رجال الأمن، لكن لم يقوموا بإخراج هذه الجماهير من أرضية الملعب. مهما يكون إذن المباراة ستكون صعبة للغاية، لأن على المنتخبين ليس كذلك؟ بالتأكيد على المنتخبين، لكن أكثر على المنتخب الجزائري، لأن ضغط كبير عليهم لما تلعب خارج الديار، لما تتجهت نفسك ثم تتوقف ثم ترجع مرة ثانية ثم تتوقف. إلا درجة الحرارة ممكن تقل. هذه ممكن درجة الحرارة، هذا ممكن نستفيد منه، أنه درجة الحرارة.